ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل، كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا، إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا سبحانك إني كنت من الظالمين. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصرنا إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله.